الرحمن الرحيم. أصدقائي أعزائي المشاهدين، أحييكم وأدعوكم إلى مرافقتنا في هذه الرحلة نحو منطقة الشفة. الشفة هي فج بين جبلين ضخمين، جبل الشريعة وجبل المدية، والجبلين متقاربان جدا بحيث أنهم يصنعان نوع من المضائق، ولكنها كانت الطريق الأول الذي تم افتتاحه في الجزائر من العاصمة الجزائرية إلى الصحراء يمر من هذه الخوارق أو هذه المضائق. في منطقة الشفة منطقة جميلة جدا، حيث أن الجبال مكسوة بالغابات، كما أنها تجود على المنطقة بكثير من الينابيع فتبدو عبارة عن شلالات على جانبي الطريق، تصنع واديا أو نهرا صغيرا اسمه وادي الشفة. المنطقة أيضا لأنها بين جبلين ضخمين فإنها لا تتأثر كثيرا بالشمس الحارة، ففي الصيف يأتيها الناس ليتمتعوا ببرودة جوها وبرودة مياهها والتنزه تحت ظلال الأشجار في الغابات. وأيضا هناك شيء آخر يجذبهم إلى هذه المنطقة، هو وجود عدد كبير من القرود التي الأليفة التي ألفت البشر وأصبحت تقترب منهم وتنتظر منهم الإطعام. نحن الآن على الطريق القديم، نرى هنا الطريق الحديث، الطريق الجديد، الطريق السيار الذي أصبح بديلا عن هذا الطريق. وصلنا إلى مدينة الحمدانية. مدينة الحمدانية مدينة صغيرة ولكنها سياحية بالدرجة الأولى، مشهورة بالشواء، يأتيها الناس ليأكلوا الشواء في مطاعمها الكثيرة المتناثرة على ضفاف نهر أو وادي الشفة. سوف نتوقف قليلا في هذه المدينة لنتناول طعام الغداء بدورنا من المشاوي هنا. هذا وسط المدينة، ولكن المطعم الذي نذهب إليه أبعد قليلا. مدينة مزدحمة بالشاحنات والسيارات الكبيرة. هذا الطريق هو الطريق الوطني رقم 1، طريق مزدحم، ولكن لا أدري لماذا تستعمل هذه الشاحنات الطريق الضيق القديم وتترك الطريق السريع. لابد، لأن الطريق السريع كونه جديد وبني حديثا، لأنه يخلو من الخدمات. نعم، لا توجد عليه مطاعم ولا محطات تزويد بالوقود، لم تنشأ بعد، ربما يفضلون السير على هذا الطريق لهذا السبب. لاحظوا الغابات التي تنتشر على اليمين واليسار، الجبال مكسوة بالأشجار. الآن وادي الشفة على يسارنا. الجبال تحيط بالمكان من جميع الجهات. على الرغم من أننا في واد، إلا أن هذه المنطقة مرتفعة. لاحظ أن الطريق تنحدر الآن. يبدو أننا اقتربنا من المطعم. نعم، قد وصلنا. هذا هو المطعم الذي سنتناول فيه الغداء. يبدو مزدحما، كثير من السيارات، مما يدل على كثرة الزبائن. هذا مطعم مشهور. نعم، هذه وجبتنا من المشاوي، أنواع مختلفة من المشاوي. هذا الحميس هو عبارة عن فلفل
مقلي أو مشوي بالأحرى ويصنع كمقبلات البطاطا المقلية وهذه الهريسة. هذا خبز المطلوع. الحمد لله أكملنا الغداء والآن نتجه إلى المكان الذي تتواجد فيه القردة حيث الينابيع الصغيرة التي يبدو أن القردة تحب أن تعيش حول الماء قريبة من الماء بالرغم من أن النهر يسير على طول هذه الطريق أو الواد يسير على طول هذه الطريق توجد مياه إلا أنهم يفضلون الينابيع. على اليمين هناك ينبوع صغير يملأ الناس منه الماء حتى الناس يحبون أن يشربوا من الينابيع سبحان الله. طريق جميلة جدا جميلة جدا حينما تسير فيها لا تشفع من النظر حولك. يبدو أمامنا الجسر الذي عليه أقواس هذا خط القطار القديم الذي بني في القرن الثامن عشر. بعد قليل سوف ندخل في نفق ولكنني لن أصور داخل النفق لأنه مظلم. نعم هو النفق أمامنا. القطار يدخل من نفق ويخرج من نفق يدخل من نفق ويخرج من نفق ولكنه الآن متوقف على العمل في حالة صيانة منذ فترة طويلة وهو متوقف وفي حالة صيانة. هي القرود وصلنا. تتربع على الطريق لا تخاف من البشر. تنتظر البشر لكي يقدموا لها الطعام. تأكل كل شيء تقريبا. الفواكه والخبز. الطفل يقدم الطعام للقرد. لا يخاف منه والقرد لا يخاف من الإنسان أيضا. جبال كندية عالية. هذا النفق الصغير هذا خط القطار أيضا. هذا نفق القطار. الجميع يحب القردة يحب أن يطعم القردة يحب أن يلعب معها ولكن هذا حينما تقترب من القردة أن يكون يدك شيء ممكن أن يخطف. محفظة قلم كاميرا أي شيء ممكن أن يقوم القرد بخطفه من يدك ويهرب. إذا خطفه فلن تستطيع أن تحضره أبدا. يقولون أن القردة خطفت أطفال صغار ولكنني لا أعتقد ذلك. لم سمعته كثيرا ولكنني لم ألتقي مع أحد خطف له أطفال. مناظر جميلة مطبري. الناس تتفرج على هذه المناظر. إلى هنا تنتهي رحلتنا في وادي الشفة. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بهذه الرحلة. سوف نقوم برحلات أخرى إن شاء الله في الجزائر الجميلة جدا. إلى اللقاء.